بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل الكلام فيما يستفاد من قوله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، وفي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي أن الله جل وعلا يبغض ولا يحب الذين ينفقون أموالهم لا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه، وإنما ينفقونها من أجل أن يمدحهم الناس. والرياء شرك أصغر، يفسد العمل الذي خالطه من صلاة أو صيام أو إنفاق أو غير ذلك، فالرياء يحبط العمل. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فالله جل وعلا لا يحب الذين يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله، ولا يحب الإنفاق من أجل الرياء والسمعة، ولا يحب المرائين. ففيه التحذير من الرياء في الأعمال، وفيه الأمر بالإخلاص النية لله عز وجل في كل عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، بيان أن الذي حملهم على الرياء أنه عدم إيمانهم بالله وجزائه، وإيمانهم باليوم الآخر الذي هو مصيرهم وزمان الجزاء على أعمالهم، ينسون ذلك، فلذلك صاروا لا ينوون بأعمالهم ولا بإنفاقهم وجه الله جل وعلا، لأنهم لا يؤمنون به ولا يخافون من الجزاء في اليوم الآخر. فهذا هو الذي حملهم على صرف أعمالهم لغير الله عز وجل. والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر منها الإيمان بالله واليوم الآخر، مما يدل على أهمية هذين الركنين من أركان الإيمان. فإن من آمن بالله عز وجل عبده وتجنب معصيته، ومن آمن باليوم الآخر فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة ويتوب من الأعمال السيئة. كما يؤخذ من هذه الآية أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه عد عدم الإنفاق في سبيل الله عده من الإيمان بالله، لأنه عد عدم الإنفاق في سبيل الله من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر.
وعد أيضا الرياء من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، فدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن من ترك الأعمال الصالحة فإن هذا دليل على عدم إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر. قد يكون لا يؤمن أصلاً، وقد يكون يؤمن إيماناً ضعيفاً، فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ويؤخذ من هذه الآيات أن سبب الكبر والعجب والبخل والرياء مقارنة الشيطان للإنسان، وأن الإنسان إذا قارن الإنسان فإنه يحمله على هذه الصفات القبيحة وغيرها من الأعمال السيئة، لأن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويحاول إهلاك بني آدم، فهو الذي يأمرهم بالكفر ويأمرهم بالشرك ويأمرهم بالبخل، وهو الذي يحملهم على العجب ويأمرهم بالرياء والسمعة، لأنه يريد لهم الهلاك. فهذا مما يبين للمسلم أن يحذر من الشيطان وأن يستعيذ بالله من الشيطان لئلا يقارنه. وكل إنسان معه قرينان، واحد من الملائكة يأمره بالخير، وآخر من الشياطين يأمره بالشر، فهو مع من غلب عليه. إن غلب عليه الملك صار من أهل الخير، وإن غلب عليه الشيطان صار من أهل الشر. ويؤخذ من هذه الآيات تحذير من قرناء السوء، لأنهم يؤثرون على من قارنهم، وأنه ينبغي للمسلم أن يقارن أهل الخير ويصاحب أهل الخير، لأنهم يؤثرون عليه خيرا ويشجعونه على فعل الخير ويذكرونه بالله ويذكرونه إذا نسي ويقتدي بأعمالهم الطيبة. وأما إذا صاحب أهل الشر فإنه يكتسب من أخلاقهم ويقتبس من أعمالهم ويغلبون عليه بصفاتهم القبيحة. ولهذا يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث أن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي يتفحص من يريد صحبته، هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.